كما تلاحظون حنا كنعيشوا واحد مشاكل كثيره اللي هي الاناره في مقاطعه زواغة وبالخصوص في حي عنبرة للاسف الشديد عينا بالشكايات عينا بالمراسلات بدون جدوى هاد المسؤولين او المسؤولين اللي على على الاناره ما كيتسوقوا الناس ما ما كيستجبوا الناس للمطالب ديالنا تكون تندوموندي على على 20 بوله او 15 بوله محروقه او 10 كيجيو كيصوبوا بوله وكيمشيو بحالاتهم، وهادشي هذا راه شكينا وعيطنا للسي رئيس المقاطعه وشكينا له وصلنا لهم الميساج ولا للاسف الشديد مازال مازال هكا كنتمناو من المسؤولين انهم يتحركوا اللي عندهم غيره على هذا الوطن واللي عندهم غيره على هذه المنطقه هذه انها تتحرك وكنتمناو ان تربط المسؤوليه بالمحاسبه لان في هذه المنطقه ما كاينش ربط المسؤوليه بالمحاسبه لان الموظف خصو يكون شي شخص اللي يكون تيتابعو وكيكون كيراقبو وكيكون تتبع يوميا المطالب ديالنا هو انهم يسمعونا لنا المشاكل ديالنا ويلبيو لنا الحاجيات اللي كنطلبوها اللي هو الاناره حنا دابا حاليا كاينين الطاكسيات ما كيبغيوش يدخلوا مثلا للحي الحي ديال العنبرة الناس مساكن بالليل ما كيقدروش انهم يدخلوا للحي كاين اللي كتغرو كيخرجوا في مثلا في الثلاثة الليل او أربعة ما يمكن لهمش خصو حتى يطيح الضوء فهمتي للاسف الشديد هذا هذا مشاكل كثيرة كنعيشوها وعينا بالشكايات بدون جدوى كنتمناو من هاد المسؤولين انهم يتحركوا تجيو من غير على هذه المنطقة هذه وانهم يتحركوا